ورجعنا تاني من بعد الفاصل، وعايزين نتكلم النهاردة عن حاجة اتكلمنا عليها من كام يوم، وهي كفالة الأطفال الأيتام. والحقيقة ان لقينا ناس كتير مهتمة وبتسعى المعلومات اكتر عن الموضوع ده، وصراحة كان هدفنا النهاردة ان نستقبل اكتر ناس مؤهلة تتكلم عن الأيتام والمشردين وكل الفئات المحتاجة رعاية حقيقية. الناس دي هم صناع الأمل زي ما بيقولوا، لأنهم بيخلقوا مستقبل جديد لناس ما عندهاش يمكن أو فاكرة إن هي ما عندهاش مستقبل. عشان كده كان لازم يكون معانا النهاردة المهندس محمود وحيد، مؤسس مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان. منورنا. أهلا بيك. أنا عارفة، بس عايز أقول لكم حاجة. أنا أعرف أستاذ محمود من 4-5 سنين كده، ورحت لهم قبل كده الدار. يعني لما قررنا ان احنا نتكلم عن الموضوع ده حسيت ان هو انسب حد ممكن يفيدنا، عشان انا متأكدة من الحاجات اللي هنتكلم عنها النهاردة. بداية عايزة اعرف ازاي ابتدى معانا الموضوع من البداية، يعني جات لك الفكرة ازاي؟ احنا كمؤسسة معانا لإنقاذ إنسان احنا متخصصين في إنقاذ أهالينا المشردين بلا مأوى كبار السن، ومؤخرا دخلنا كمان معانا الأطفال. الفكرة جت لما شفت مسن مشرد في الشارع وحاولت أساعده، وما لقيتش جهات، أي جهة أهلية في مصر بتساعد أهالينا المشردين بلا مأوى. من هنا قررت أن أنا أعمل لهم كيان مخصوص ليهم، ياخدهم الناس اللي عايشة في الشارع يعيشوا جوه المكان ده حياة كريمة بدون أي روتين، بدون أي مصاريف. ويعني كنا بنحس أن الناس دي وجودها في الشارع هو إهانة لينا إحنا. صح. فالناس دي لازم تاخد أبسط حقوقها. نحن عايشين حياتنا عادي وفي ناس ما عندهاش أبسط الحقوق. بالضبط. نام على سرير، يتعالج، يعني يأكل أكل نظيف، يلبس لبس نظيف، حاجات بسيطة جدا يمكن إحنا في يومنا العادي بنعملها بشكل مستمر، لكن هي بالنسبة لهم أماني وطموحات. صحيح. عشان يوصلوا لها. فهي كانت بداية من الناس دي. احنا النهاردة يعني بدأت يمكن بحالة، النهاردة عندنا اكبر صرح في مصر لأهلينا المشردين بلا مأوى، عندنا اكتر من 5 فروع، عندنا كمان فرع للأطفال غير السيدات والرجال. سوري، احنا ابتدينا الموضوع من الاسبوع اللي فات، احنا اتكلمنا ان في نجمة طلعت قالت ان هي منعوها من الكفالة او التبني او عشان كده عايزين نتوسع شوية في الموضوع ده. عايزة اعرف من حضرتك شروط الكفالة ايه؟ يعني لما هل يعقل انه انا اجي اقول لك وتقولي لا؟ لا، هو ما بيبقاش كده. هي وزارة التضامن الاجتماعي حاطة شروط معينة، لو الشروط دي بتنطبق عليكي ما ينفعش حد يقولك لا. طيب عايزة اعرف الشروط دي. يعني هو الشروط كانت يعني كمان وزارة التضامن الاجتماعي دكتورة نيفين القباج سهلت الشروط دي، كانت اصعب من كده. ويمكن من اكبر الحاجات اللي عملتها ان خلت المرأة بمفردها بدون زوج ان هي متاح ليها تكفل طفل. هو قبل كده كان شرط ان انا ابقى متجوزة اسرة، يبقى في عيل الرجل. لا، السيدة ينفع سواء كانت انسة سواء كانت مطلقة سواء كانت أرملة، تقدر ان هي تكفل طفل لو سنها من 30 سنة ل 60 سنة. هو ده كنت عايزة اسأل حضرتك، السن لازم اوصل لسن محدد؟ تحت 30 مش عارف ان انا اكفل طفل للأسرة. تنفع اي عمر. كنت متجوزة او سني تحت 30 اقدر ان انا اتبنى. بالضبط. لكن لو مش متجوزة، أنسة أو أرملة أو مطلقة، من 30 سنة ل 60 سنة. ده الشرط. يعني حتى لو ست مطلقة أو أرملة وما عندهاش راجل هي تقدر إن هي تكفل. تقدر بمفردها. طيب هل في إقبال؟ شايف إن في بنات حابة ده؟ في إقبال كبير جدا. إحنا عندنا يعني عندنا في الدار في قائمة انتظار واصلة لعدد يعني كبير جدا. الناس دي أو الأسر دي أو الأمهات دي في انتظار أطفال عشان تيجي. اول ما بيجي الطفل يكون ورقه متاح للكفاله بنكلمهم، بيجوا على طول يستلموا الطفل ده. لدرجه ان احنا حاليا ما عندناش اطفال يعني اللي موجودين داخل الدار هم مش متاحين للكفاله غير طفلين ولدين عمر 4 و5 سنين، دول جاهزين للكفاله. طب ليه مش متاحين للكفاله؟ في يعني في اطفال في شروط للكفاله. احنا لما بناخد الطفل بنستلمه من النيابة او من وزارة التضامن الاجتماعي. او من نجدة الطفل. بيكون مع الطفل ده قرار نيابة ومحضر شرطة. بنشوف المحضر ده الطفل ده جاي منين. هل هو يتيم؟ هل هو معلوم النسب؟ هل هو مجهول النسب؟ وضعه ايه؟
فممكن الطفل ده مثلا بيكون على ذمة قضية، زي مثلا احنا عندنا لسه جايلنا طفلة بيبقى في عليه نزاع للولد ده، ممكن برضو ده من ضمن الاسباب اللي بتحصل، يكون في حاجة اثبات نسب. يعني مثلا لسه جايلنا طفلة كانت بتتباع، ايه حد كان بيبيعها، يعني اتسرقت؟ مش اتسرقت، هم مباحث الاحداث لقت منشور على السوشيال ميديا ان حد عارض طفلة للبيع، ابتدوا يتواصلوا معاه. اللي بيبيعوها دول اهلها؟ مفروض بيقولوا ان هم اهلها، ولكن بقى بيحصل ايه؟ بيحصل قضية. الطفلة احنا بناخدها عندنا في الدار، والمتهم او المتهمة بيتحبس، وبيحصل تحليل دي ان ايه، وبنشوف الوضع ايه، هل دول اهلها؟ لا مش اهلها. احيانا بيطلعوا اهلها وبيبيعوها، واحيانا بيبقوا خاطفينها. وهنا بتتحرم، يعني لو في حالة زي الحالة دي بتتحرم اهلها، بيتحرموا من ان هم ياخدوها من عندهم؟ طبعا النيابة بقى هي اللي بتقرر. يعني النيابة بتقول يستلموها او ما يستلموهاش. ولكن هي بالنسبة لي دلوقتي بقت معلومة النسب طالما ليها اهل، او حتى لسه ما حددوش هي معلومة او مش معلومة، لكن في قضية شغالة. انا ما اقدرش اطلع الطفل خالص طول ما في لي قضية شغالة. دي حالة من الحالات. دي حالة من الحالات. استاذ محمود، لو في طفل واحنا عارفين زي البنت دي انه عارفين مين اهلها، هنا في الحالة دي انت مش مسموح لك ان انت تطلع؟ لا، لو معلوم النسب ما يطلعش كفالة. يعني احنا طول ما احنا عارفين مين اهله ما يطلعش كفالة. اللي بيطلع كفالة مجهول النسب اكتر. لاني احنا جربنا وكان في استثناءات لاطفال معلومة ان هي تطلع كفالة، وده كان استثناءات من وزارة التضامن الاجتماعي، ولكن نتائجها ما كانتش جيدة. عشان بيحصل بعد كده مشاكل مع الاهل الحقيقيين. الاهل الحقيقيين لو جم في اي وقت لجأوا للنيابة وطلبوا استلام الطفل، من حقهم ياخدوه. فانت متخيلة طفل اتعلق باسرة، وأسرة اتعلقت بطفل واعتبرته ابنهم، ويجي بعد كده يتاخد منهم، دي كارثة على الطرفين، الأسرة والطفل. طيب هسألك في الموضوع ده بعد كده، بس عندي سؤال مهم. لو في بنت أو أيا كان جه وقرر أنه هو هيكفل طفل وخده عنده البيت، وبعد كده عشان في حالة حصلت زي دي، ربنا كرمهم بأطفال قبل كده ما كانوش بيخلفوا أو whatever يعني، وبعد كده خلفوا فقرروا يرجعوا الولد الدار، حصل وبيحصل ومازال بيحصل. ليه؟ وعشان كده احنا بنقول الطفل ده يا جماعة مش لعبة. الطفل ده مش عروسة او لعبة انت شبطان فيها فاخدتها. بتجرب او بتحطه تحت ظروف معينة، لو ما نجحتش بترجعه تاني الدار. ده بيحصل كارثة نفسية على الطفل. طبعا طفل راح وعاش في وسط أسرة وتعلق بيهم وارتبط بيهم وحس ان دول أهله، وبعدين يرجع للدار مرة أخرى، دي كارثة. أنا اتكلمت قبل كده انه انت قتلته مرتين. انت قتلته أول مرة لما هو اترمى في الموقف ده أو اتحط في الدار ده، لو مثلا أهله رموه أو يعني أيا كان السبب، والمرة التانية لما هو لقى عيلة وحس باستقرار وأمان، وبعد كده رجعت خدت منه الامان ده، فانت كده يعني قتلته مرتين. اترمى مرتين في الشارع يعني بتوضيح ابسط. طب هنعمل ايه؟ يعني الاسره دي بقى بتتحط على البلاك ليست، يعني ما ينفعش ولا اي دار. جمهوريه مصر العربيه كلها وزاره التضامن الاجتماعي بتحطها على البلاك ليست. الاسره دي ما ينفعش تكفل اي طفل نهائيا مره اخرى. طيب هما، انا اللي عايزه دايما بسال نفسي، انتوا بترجعوا لي مش عارفين تتعاملوا معاه، طب انتوا من الاساس اصلا ليه خدتوه؟ هل في اسباب مقنعه شفتها؟ هو هل في حد اشتكى؟ لا، هو الفكره ان هو الشخص اللي مقبل على حاجه زي كده لازم يكون دارس وضعه كويس طبعا. لو في كمان اسره لازم يبقى الطرفين موافقين على الوضع ده. يعني احيانا ممكن الست تبقى مقبلة على الموضوع وحباه جدا، الزوج لا. بعد فترة يحصل مشاكل فيضطروا ان هم يرجعوه. احيانا الاسرة يبقى دخلها الاجتماعي مش جيد، ويقولوا احنا هناخدوا رزقنا ورزقه على الله، فيلاقوا ليه مصاريف كتير فيبتدوا يرجعوه. طب انتوا يا جماعة لازم تدرسوا انتوا داخلين على ايه ومقدمين على ايه، وبعد كده تاخدوا القرار ده، لان الطفل ده روح مش لعبة انتوا بتلعبوا بيها وبعدين صحيح ترجعوها المحل اللي انتوا اخدتوها منه. صحيح طبعا. طيب استاذ محمود، في بنات ستات يعني تبني الطفل، بيفضلوا دايما حاسين انه في مشكلة ان وزارة التضامن برضو ما بتشيلش ايدها عن الطفل ده،
بيبقوا قلقانين، ممكن الطفل يتاخد، ممكن يحصل لهم اي مشاكل. حصل معاك اي حاجة؟ يعني هي ما بيبقاش ليها الولاية الكاملة على الطفل ده، صحيح الكلام ده؟ لا هو مش بالظبط، ولكن وزارة التضامن الاجتماعي بتطمن على الطفل من آن بيبقى لآخر، يمكن في زيارة كل حوالي تقريبا 3 شهور انا أو عارفة ده، أكتر. ولكن امتى بتنقل الولاية للست دي او بتقول لا لها؟ هو من داي 1 انت الولايه منقوله لك وانت معاكي عقد كفاله. العقد ده من اول ما انت بتخرجي من الدار عندي، انت ما بتخرجيش الا بيجي يعني مأموريه من وزاره التضامن الاجتماعي لحد الدار. بيبقى في المؤسسه الدار ووزاره التضامن والاسره، وبيعملوا عقد، والعقد ده بيتوثق وبتختم بختم النسر، وانت بتاخدي نسخه معناها ان الطفل ده ولايته كاملة ليكي، ولكن الوزارة بتطمن هل انت بتسيئي معاملة الطفل، هل الطفل في رعاية جيدة ولا لا، هل انت بتستغل الطفل في اي شيء اخر، هل مسببه له مشاكل، هل هو عايش كويس او مش كويس، كل الكلام ده بالمتابعة اللي بتحصل. ومش من مصلحة وزارة التضامن الاجتماعي ان هي تاخد الطفل منك، احنا عندنا اطفال كتير جدا في دور الرعاية كلهم الوزارة عايزة تطلعهم. فهما مش حابين ياخدوا الطفل إلا إذا حدث مشكلة كبيرة أثرت على يعني الطفل نفسه، أو اتحط في وضع مش صحي ليه. طيب ممكن أسألك سؤال ناس كتير بتسأله وأنا برضو عايزة أعرف الإجابة؟ لما أنا بكفل الطفل وخلاص هو بقى معايا في البيت، الإجراءات القانونية دي مين اللي مسؤول عنها؟ يعني أنا عايزة أعرف لو هو زي ما حضرتك بتقول أنا أقدر أتبنى طفل مجهول النسب، صحيح؟ صحيح. يعني هو مش معلوم النسب، أنا مش عارفة مامته وباباه، هو هنا قانونيا على البطاقة هو إيه؟ لا أنت مش بتاخدي الطفل إلا لما بيطلع له شهادة ميلاد، يعني أنت بتاخديه من الدار، الطفل طالع له شهادة ميلاد وبنسميه اسم وهمي، وبياخد رقم وهمي في أرقام البطاقة، يعني بيبقى معروف إن الطفل ده مجهول الهوية. ده بيتعرف في الدوائر الحكومية، في الدوائر الحكومية والناس اللي بتتعامل يعني زينا مثلا، احنا بنبقى عارفين الارقام دي. انا بسأل عشان في المدرسة يعني في الاوراق بتاعته، عارف في حتة التنمر برضو عند الاطفال. هو بسبب النقطة دي من ضمن التسهيلات اللي عملتها وزارة التضامن الاجتماعي اني خلوا ان الطفل متاح ان هو يسمى بالاسم الاول من الاسرة، يعني اسم الام يبقى الاسم الاول منها، اسم دي الاب حاجة الاسم عظيمة الاول جداً. منها، احنا عشان كل يوم خاطر بنشوف التنمر ده. حقيقي وكل فترة في حاجات جديدة بتحصل من وزارة التضامن عشان تسهل لكل الناس، ان هم لو كل اسرة، انا دايما بقول لو كل اسرة، كل 10 اسر لو كفلوا طفل، حتى لو مش قادرين هم يكفلوه في البيت، لو في مكانه الدنيا هتبقى بخير وسلام وامان. انا مش عندي دار، انا بتمنى كل الدور تقفل ويكون كل الناس دي موجودة في وسط أسر وسط أهاليهم، سواء كبار السن أو سواء الأطفال. صحيح. وطبعا بتمنى من وزارة التضامن الاجتماعي رغم أن هي عملت تسهيلات تعمل تسهيلات أكتر، لأن في بعض الناس بتشتكي. صحيح. من الأوراق أو المدة بتاعة الاستلام. بشكر حضرتك جدا، نورتنا النهاردة، وأتمنى أن أنت برضو تنورنا بمرات تانية، وبرضو لازم نشوف حالات برضو. كنت في أسئلة كتير والله نفسي أسألها لك، ولكن إن شاء الله المرة الجاية عايزة أشكر حضرتك جدا، كنت منورنا النهاردة. شكرا لكل الناس اللي تابعتنا، وإن شاء الله يا رب تكونوا استفدتوا من الحلقة. أشوفكم إن شاء الله الأسبوع اللي جاي.